حاجة صعيبة تبدل الحفاضة لوليدك كيكون يتحرك. مع مورفيكس بانس كتبدل الحفاضة تولي حاجة سهلة، نقطعها نحيها نبدلها بوحدة جديدة بكل سهولة، ومن بعد نرميها. أنا وليدي بنزوج نكونوا فرحانين، هكذا نعيش السعادة مع مورفيكس. هيا يا أمهات جربوا مورفيكس بانس وانضموا معنا باش نعيشوا السعادة. في ألف طريقة لتقدمي أفضل ما عندك، شو ما كانت البقعة قد ما كانت صعبة ما تعتلي هم، لأنه في طريقة واحدة للنظافة المثالية. لوشا أود بيرفورمانس مع قوة فائقة على إزالة البقع ورائحة منعشة تدوم حتى 4 أسابيع. أفضل لوشا لأفضل ما عندك. لوشا أود بيرفورمانس. اختبار الحماية إيزيس ضد البكتيريا، يقضي على البقع والفيروسات الخفية. قوة إيزيس رايحة تعقم منا كمية كبيرة. إيزيس ضد البكتيريا، متعدد الاستعمالات. وقت خلط مواد التنظيف خلاص. الآن بغاف الجديد يوفر لك ماء جافيل منظف وعطر الليمون الكل في قرعة واحدة. بغاف 3 في 1 لأسهل تنظيف تطهير وعطر في كل مكان. بغاف 3 في 1 الامتياز في قارورة واحدة. في ألف طريقة لتقدمي أفضل ما عندك، شو ما كانت البقعة قد ما كانت صعبة ما تعتلي هم، لأنه في طريقة واحدة للنظافة المثالية. لوشا أود بيرفورمانس مع قوة فائقة على إزالة البقع ورائحة منعشة تدوم حتى 4 أسابيع. أفضل لوشا لأفضل ما عندك. لوشا أود بيرفورمانس.
خالد حبيت نقلك بلي جبت لك دراهم. سافر كوبي كي راحت لشيميز راحت لاسيان كسر شاسكو كاين لو شاجي الماشين. هذا البرنامج برعايه لو شا اوت بيرفورمانس. هذا مورفيكس جبت معي السعاده. بخير ان شاء الله. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مولفيكس بانسكولات. كان لازم نحط رستم في السيبلة. رستم وليد مولود يعني؟ وي. بعد ما تبعنا فاضل عرفناه بلي يعرف هاد المرأة اسمها سعدية. وهذه سعدية يروح لها بتخبية. عرفتاني بلي رستم هو المرسول تاعه. سعدية عندها بنتها اسمها سامية. سامية ا تخوا زونفون ملك يوسف وريتاج وطفلة أخرى اسمها سارة. شكون هذه سارة؟ سارة حكايتها ماشي مهمة بزاف. الأهم هنا هي ملك. ملك عندها 25 عام. حسب التحرية تاعي عرفت بلي سامية ماشي يمها حتى سعدية. امبوسيبل تكون يمها. عندك التصويرة تاع سعدية؟ بيان سور. كمل راني نسمع فيك. سي عمر حبيت نسقسيك، فاضل زمان كان عنده طفلة. ايه نوميديا. بصح ماتت. حتى الآن ما كانش بروف اللي ماتت. بار كونتر، أون أون بروف كالي توجور فيفونت. إي سي ليكسري دي نيسونس. كي لا بيان سور، تفضل. سعدية بنت عم نرجس. فعلها. شوف سي عمر كون اللي راه في بالي صح نوعدك بلي نجيب لك فاطم عبد تحت رجليك. شوف الا كاش ما تحتاج رجال دراهم فريدي تهلا فيك. شوف فريد نحتاجك انت وليكيب او كومبلي. كاش مشكل في قضية بزاف حساسة. حسن كان برادوان تاعي كي نتكل عليه مانيش فاهم كيفاش طاح. لقى حل قانوني كيفاش تخرجولي من الحبس. شكون يعطينا الكاشيه تاع دوم ماشي؟ الحبسي مظهر. وهاد المحبسي عندك فيه كونفيونس. واش بيك؟ هبلت ولا هو؟ راك تهضر مع المعلم. صقم راك. رد بالك زيد تهضر معايا هكا. برا كنت المعلم ديالي. هنا انت محبسي كيما كاع المحبسية اللي راهم لهنايا. انا ماشي مهبول راني في عقلي. ولا نسيت مفكرك بسبتك راني هنا في الحبس. نقعد عايش هارب في جيتيف. انا ماشي كيما هذا عندي افنر. صوفيان كي انت كي عائلتك الموت راهي تعيط. Yeah!
صباح الخير سي ايمن. قلت لك هذا الدوسي هذا على اسمك من الريسبسيون. شكون؟ ما حدش اسمه. صح. الله يسلمك. توصيل المعلم تاعك هذا وين نقدر نقول تهنيت كي راهي الطفله عند باباها. عرفتوا علاش انا ما كنتش مقلقه؟ خاطش كان على بالي بكل شيء، كيما على بالي بالطاكسيور تاعك اللي راكي تشوفيه. نعطيك نصيحه، اخطي طريق وهذاك الطفل، هذاك الطفل ماشي مقي وماشي صافي. عندك الحق ماني. هذاك واش قال لي؟ قال له حيدكري وسكني وحدك. لحقنا المسقي. ها قلت لك هذاك الطفل ماشي مقي وماشي صافي. على بالكم شحال راني فرحانه المالك نيوميديا. على بالك بلي اسمها لحقاني واسمها نيوميديا. مالك واسمها نيوميديا؟ ايه. يخا تقدري تروحي تجيبي درك حوايجك من عند دار ساديه. خلاص درك عندك عائلة عندك دار. بصح قبل لازم نبدل الأسماء في الكوارط. هم يتخدموا. ومن بعد؟ ومن بعد تكملي حياتك عادي. أنا ما فهمتنيش. ومن بعد ما كاش دونجي. شنو دونجي تهضري على عمر؟ عمر خلاص راه في الحبسة. درك راه يخلصها حياته كاملة، الشر اللي داروا كامل يخلصوا. وزيد أنت نوميديا ما تخافيش، كاين دايما واحد يمشي معك. أنا راني هنا. و بليس راني مستعد نعاونك في البروجي تاعك. جوستومون على البروجي ديالي ما يخفالكش بلي خالد معايا في هذا البروجي. وي على بالي بصح شكيتش خالد يقدر لها. ما فهمت. خالد دخل لوبيتال بسيكياتريك وقيلا دقيقة أكتر على خالد. خالد مسكين شاف خوه يموت اون ديريكت. خوه أمين؟ بابا ديني دوكا دوكا يزول نشوفو. نوميديا ما تقلقيش، ريحي دوتو دفاسون ما تقدريش تروحي لوبيتال بسيكياتريك. أنت ما كيش فاميلتو ما يخليوش تدخلي، لازمك كاين أوتوريزاسيون. أنا راني هنا دوك نخدمها ونروحو كيف كيف. ما تقلقيش هبني روحك. صباح علي. كيفاش صارت فهمني؟ هي انا اكسيدون جاو دعموا واحد وهرب. ولقاو شكون هذا؟ مالوغوزمون ما كان والو ما على بالهمش. تقلقيش. ويما اختو؟ ربي يكون معاها. واش نقول؟ كان ربي شحال كان عاقل. تشوفوا ضحك مانيش معاه مانيش علاش. واش راكي؟ الحمد لله. على بالي ما قدرتيش تجيب، بصح جبت لك المحل اللي عندك. هاني نشوف. شوفي تفضلي. سي ان تري جولي موديل هذا. نعرفوا هذا عندي لو ميم. داكوغ.
مين هادو؟ شوفي كاع لا مارشانديز اللي راهي هنا كلشي جاي من ايطالي. داكور هاي سوبر جولي. كنت عندي بون كليونت مريم جو تو في ان بون بري. وهذا سي ان اديسيون ليميتي. تري بيان. سي لا ديرنيير بيس اللي عندي. شحال هذا؟ فيك تاين بون كليونت مريم هذا نخليه لك ب 5000 100 مليون. وي. تري جولي هذا. جو لو بران. تري بيان بصحتك. اون ا دي كولي اوسي شانيل. ساشان كو لو شانيل سو ديمود جامي. با وي. دونك شوفي وقولي لي. عجبك؟ تري جولي مي سي با ترو مون ستيل. داكور. Alors, avec des foulards, ça serait bien d'accompagner le sac avec un joli foulard. Alors, Heda, je te l'offre. Heda? Oui, vu que d'été le sac n'a que le rouge cadeau. Mais Anna, je préfère Heda. Ok, yalla. Sahtek. Merci. Papa, j'ai un jiblek drama. Très bien. أنا خالد عندك فيزي وجا لك واحد وهو قاعد لك سنا فيك في البلاصه اللي نضري تريح فيها خليكم على العائلة معنا حبيتك تفهمني علاش درت هكذا على بالك بلي الغلطة نتاعك ما تتغفرش على بالك واش هي الغلطة نتاعك سمحت في عائلتك اخترت تكون خاين معني علمتك الحياة في صغرك فهمتك بلي في هذه الدنيا ما كان إلا خيارين الزوج لولا أما تكون ضحية أملا والثانية يصرى واش يصرى عمرك ما تسمح في عائلتك مدام ما تقلقاش دوك باكي كمل الكونسلطاسيون تاعو تاع الصباح وجيت تشوفها داكور مالي جينا نشوفوا خالد عبد الرحمن هاو هنا عندكم تفضلوا شويه لا سال داتون تحت يجي الفيلم لي كمال هو اللي راه مستكلف بالمريض تاعكم يعطيك الصحه وين جاي من لا بريمير ا دروات عبالك علاش قتلت خوك وخليتك انت عايش خليتك عايش خاطرش كي نشوفك صغير هكذا نتفكر وفي نفس الشيء نشتفى فيك في هذا السبب اللي خليتك تتنفس
على خاطرش الموت الخاين رحمة. راك تشوف هاد الناس اللي راهم دايرين بيك هنا؟ هادو الكل نحكم فيهم ويديروا بيك واش نحب على حساب القسطو تاعي. جوزي تشوف صح حبيبي. السلام عليكم. عمر تفضلي. اسمح لي سي خالد، كاين زوج رجال يحوسوا عليك. علي صوتك واش؟ اسمح لي، كاين زوج رجال يحوسوا عليك. انا عارفك سكرتير عند خالد في لاجونس نو ميديا بنتي خميتها عن سعدية زعما بنت سامية. شفت على بالي بكلش. ما عرفت خير، أنا عمو أخو باباه. زعما راك تخوف فيا؟ تا غير كيما عرفت بلي هي ليكزيست، سينو كون راهي ميتة. المهم، معلوماتك، أنا ثاني عندي الرجال، عندي المعارف. تعرف عبد العزيز؟ وديميتري الروسي. ملا كنت تمس الشعرة من راسها نمحيك انت والمرخص تاعك، فهمت؟ ايه
وزيد روح قول لهذاك لو بيتي مينوس هذاك اللي واقيلا حسب روح حاجه كبيره نتاع الرافوكا كله يخطي جرتي سينو بالله ما نرحمه. اسمع لي مليح انت وياها شت هذا اللي خرج درك كون نزيد نشوفه حط رجله هنا باش يشوف خالد سلكها انت وياه وشنو اك سمعتني مليح هيا اديني درك نشوف خالد يما راهي يما واش قلت حاجة صعيبة تبدل الحفاضة لوليدك كي يكون يتحرك مع مورفي إكسبانس كتبدل الحفاضة تولي حاجة سهلة نقطعها نحيها نبدلها بوحدة جديدة بكل سهولة ومن بعد نرميها أنا وليدي بنزوج نكونوا فرحانين هكذا نعيش السعادة مع مورفيكس هيا يا أمهات جربوا مورفي إكسبانس وانضموا معنا باش نعيشوا السعادة في ألف طريقة لتقدمي أفضل ما عندك شو ما كانت البقعة قد ما كانت صعبة ما تعتلي هم لأنه في طريقة واحدة للنظافة المثالية لوشا هود بيرفورمانس مع قوة فائقة على إزالة البقع ورائحة منعشة تدوم حتى 4 أسابيع أفضل لوشا لأفضل معنى لوشا هود بيرفورمانس كلش بنين شكون عونك الطيبة؟ وحدة وهذا معنى تاني وحدك ما تخافيش بريليزي 5 بلس يغسلهم وحده جربي بريليزي 5 بلس الجديد ابتكار اللي يقضي على الدهون تلقائيا لنظافه مثاليه واو مالا المره الجايه نطيبو كاع كيف كيف ايه ونخلو الموعد لبريليزي 5 بلس بريليزي 5 بلس حل الواحد باش نحي الدهون بلا مجهود وقت خلط مواد التنظيف خلاص الان بغافة الجديد يوفر لك باجافيل منظف وعطر الليمون الكل في قرعه واحده بغاف 3 في 1 لاسهل تنظيف تطهير وعطر في كل مكان بغاف 3 في 1 الامتياز في قاروره واحده في ألف طريقه لتقدمي افضل ما عندك شو ما كانت البقعه قد ما كانت صعبه ما تعتلي هم لأنه في طريقة واحدة للنظافة المثالية لوشا هود بيرفورمانس مع قوة فائقة على إزالة البقع ورائحة منعشة تدوم حتى 4 أسابيع أفضل لوشا لأفضل معنى لوشا هود بيرفورمانس حاجة صعيبة تبدل الحفاضة لوليدك يكون يتحرك مع مورفي إكسبانس كتبدل الحفاضة تولي حاجة سهلة نقطعها نحيها نبدلها بوحدة جديدة بكل سهولة ومن بعد نرميها أنا وليدي بنزوج نكونوا فرحانين هكذا نعيش السعادة مع مولفيكس هيا يا أمهات جربوا مولفيكس بانس وانضموا معنا باش نعيش السعادة نوميديا نير 14 مايو 1995 أتاريت عندها لاج واحد مع مالك وانت كيفاش عرفت لاج تاع مالك مالك خدمت سكرتير في لاجونس ستار فواياج والكونترا تاعها راهو عندي راهو فيه كلش صباح الخير سي عمر وش راك وش الاحوال في السبيطار صافا ايه صح فهمت ا
واش بك؟ خير ان شاء الله. سي عمر قال لي حبس كل شيء على فاضل. ها؟ راك تهضر سيريو ولا؟ والله ما على بالي واش به. قال لي حبس كل شيء على فاضل وعلى مالك تاني. على مالك تاني؟ المهمة تاعي خلصت أنا. مشينا ديسيديت. سي عمر هو اللي ديسيدي تحبس كل شيء. دونك مادا بيا الشك تاعي وحسابي كامل. واش حبيت نقول لك؟ ما با بروبليم. درامك مضمونين نشوف بس تخليني. بدات كشفي بوفوار عرونجي صدفتك. داكور. ما تقول لك شيء. خالد نصيك. السبيطار هذا كامل ما ندير الثقة في حتى واحد. فهمتني؟ ندير الثقة في حتى واحد. يا عبد العزيز. خالد رانا كامل معاك. عباك شكون هذا؟ هذا بابا. تشفر عليك كنت في دارنا وحوزاتك ماني. جاسي فاضل هذاك هو بابا ما ماتش. واش نقدر نقول لك؟ راني فرحانه باسكو لقيتو. ان شاء الله تبراه وتعاود تولي ونحكي لك كاع لي ديتاي. ان شاء الله باك تعاود تولي لنا. وعباك واش نو ايماجي بابا وليد خو باباك. ما كنتش كاع نيماجيني عرسه كيما هادي تقدر تصرا. وحيوقف معاك خالد حيوقف معاك وراح يعاملك كيما يعاملني انايا. وراح يعاونك بزاف. بابا قوي كيما عمر بالك كتر. على بالي واش راك تقول؟ راك تقول بلي صرات لي كيما انت مع يماك. تقدر تقول كيف كيف؟ هي ماشي كيف 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 باسكو انا ما عنديش خاوتي ما عنديش عمومي. شوف يا وليدي انا نروح لدلس نروح نشوف اختي عندي بوده ما شفتهاش توحشتها قلت نبقى معها ونونسها حتى ربي يكتب اجله. حبيت نريح خليني نريح. وين تروح بابا تخليني وحدي؟ دقراك كبير تقدر على شقاك اخرج سافر. والله بابا كتهضر مني بالصح. كل شهر بعت لي نصيب باش نصر روحي. باباك خلاني وين تروح بابا وتعطيني انا الكونت وهذا رزقك وين تروح بابا تخليني وحدي؟ وزيد راني كتبت لك المزرعة وكل ما فيها على اسمك. الفلاحة ما سوسيتي دامبورتاسيون. على بالي ولاد خويا اللي عمرهم ما جاو يزوروني كي كنت حي نهار اللي نروح يبداو يتزرزبوا كي الحنوش عبدي. واش راك حاب تقول خالد؟ الور هدرت شما قال؟ لا لا بصح عندي السوري عقب هذه المحنة على خير إن شاء الله. نومي ديال لازم نروح وعندي شغل لازم نفريه. خالد إي كي وصيتك على عينك مليح ودير لا ما في حتى واحد. هيا تهلا في روحك. خالد أنا لاني في لاجونس ما تقلقش كامل روحك راني أنا وباباك رابح. دير فينا الثقة. توحشناك بزاف. ميانا ميانا دقيقة 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 نهضر معاك برك
فيق فيق نهضر معك. قسما بالله ما تنحيش يدك دوك، قسما بالله غنلمعك كاع الناس اللي هنايا. واقيلا عمالك خويا راه في السبيطار سيبان دوك يخرج وتشوف واش يدير فيك. جيتك على جال خوك، انا جيت باش نهضر على اخوك. خليني نهضر معاك دقيقه. اهدر زرب واش كاين صحه خوك؟ تبحالو تليفون فيه ثلاثه كاميرات، ما عندهاش بزاف. كاينه ما عنديش بزاف، كنت نتمشى في الطريق لقيت تليفون كيما تاع خوك. ما كاينش على بالي بلي تاع خوك، ما نكذبش عليك. كنت راح نبيعو حتى وين البارح في الليل نتمشى، جاوني جماعه داروا بيا، واحد جاني بسيف واحد جاني بعصا، قالوا دوكا تعطينا تليفون تاع خالد. تم اللي عرف بلي التليفون هذا تاع خوك. داوه انا دوكا واش حبيت نقول لك، روحي قولي لخوك بلي التليفون تاعو راه عند هذوك الجماعه. وانت تعرف هاد الجماعه؟ ما تعرفهمش؟ ما نعرفهمش جامي شفتهم. كيفاش تمسخر بيا؟ جاوا كريسا وكنحاولوك التليفون ما تعرفهمش. ميرنا تليفونات كيما هادو يقدروا يديتكتيوك وين راكي. شوف انا على هادي اللي جيت عندك، شوفي نقدر نعاونك بعفسه. حب خوك روح ديبوزي بلانت نجينا نشهد له على العين والراس. ثاني تحبوا البوست بوليس يديروا لي فوتو ولا نشافي عليهم بالواحد ده. وكاينه ثاني وحده اسمها مريم في وسطهم، يعرفوها الجروب هذوك، سمعتهم نطقوا اسمها. كيفاش قلت لي سموها؟ مريم. صح نوري لك حاجه. انت هاد السيد تعرفه؟ كان مع رجال لي كريساوك. هذا هو الشيف تاعهم، تعرفيه؟ شوف جابر خليني نضرب براسي. صح دي بالك تخرجي الكلمه كملك الثاني. بالعقل راني معاك، راني معاك نبيله، ما كاين والو ما تخافيش. انا اللي قتلتك وليدك. ما تخافيش ما تخافيش، خلاص خلاص هدني روحك، نروح نشوف شكون اللي راوي يدقدق ونعاود نولي. ما تزغديش من الفراشه دوك نولي ليك. صحبت ميرنا جيت نعزي، بركة فيكم. يعطيك الصحة ربي يرحمه، ربي يثبت حسنتكم. بصح أنا ماشي معها، أنا خالتها. الله يبارك الله يبارك. مرحبا بك أرواحي. صحيتي طاطا؟ فضل لازم نروحوا لتونس هاد لابريود قبل ما يفوتيو التوانسة باسكو يبدلوا لي مينيستر. لازم هاد لابريود علاش عندك مشكل؟ عزيز وي كاين واحد الامر لازمني نهضر معك عليه. اي نسمع فيك اهدر. واش بيك؟ انا عندي واش عندك؟ نوميديا ما نقدرش نخليها وحدها. جيبها معنا؟ اولا لا لازم نخليها بعيد على هاد الحكايه كامل، وزيد هي راهي لا تيعي تلونسي في البروجي تاعها تاع لاجونس. داير قول لي عبد العزيز ما نقدرش نلقاو لها دي كليون هكذا كبار باش يعاونوها. ما كان حتى مشكل فوق الراس والعين. نوميديا راهي كيما بنتي تحت جناحي، الريح ما يقيسهاش. داير عمر ما يجيش يقرب ليها باسكو يعرف تري بيان شكون انا. هذاك السرق انا صبناه ماشي تاع عمر، سي ان بتي فوايو. الشوفير تاعي الحشيه يجيب لك الساك تاعها. وشنو لازم تشري لها تليفون جديد؟ باع تليفون ماشي مشكل، ليسونسيال كي تهليتو فيه كيما يلزم. تهلينا فيه كيما تهلينا فيه رستم. إيه كي جبت على رستم كش ما بان شكون اللي فتح الكوفر؟ ما عقا واش خدا إلا ما هدرش ما يعرف والو مسكين. رستم ما هدر والو، كلمة ما خرجت من فمو. هذاك الفم اللي بقالو. ما تحبش ماكلة شينوازة؟
نشوف مادموزيل ساره. عندك موديل؟ ما عنديش موديل، بس اقولها رستم على بلاش. تفضل. ماشي. تقدر تجوز. لك صح صح. صباح الخير. صباح الخير. تفضل. الو. انا عم سي فاضل. تاكسي يروح هنا. وي، جيت على بي دافيون؟ بي دافيون. نعم. ايش تبدلتي ساره؟ رستم هذه بلاصه تاع خدمه. ماشي كي جات مالك صاحبتي تمنى ندير راي. الا راك هنا باش تواياجي ولا باش تروح في كاش ديستيناسيون، انا هنا نسمع لك. واذا راك هنا لحاجه خد اخرى تفضل. تفضل. إذا ما فهمتش حاجة قول لي نعاود لك. أنا فهمت بزاف يا ياسر. على خير. نعاونك. شمعين؟ Citri Voyage, bonjour. Oui. مرحبا بك مدام. Bien sûr. شحال راكم؟ اه. تقدروا تنتخلصوا اون 3 fois. Bien sûr, رانا فاتحين كل يوم حتى 8 تاع الليل. انا عام مدام. مرحبا بكم، يعطيكم الصحة. صحة. هذا ونخرج. ما تقلقش. حتى الأساسة وهنا. تكون كان سي فاضل. ماشي مشكلة. صح. ومن بعد زاد جاتني آخر واحدة أخرى. موراها الثالثة الحالة ولا الدور فور. زدت فتحت حانوت واحد أخر. ولاو عندي الخدامين. في هذاك الوقت كانت بحسبه تخليني حتى نربح مليح. حتى النهار اللي دخلت مره في حياتك. كيف عرفت؟ ماشي انا اللي عرفت، هذه اللي عرفت. مالا هذيك ديالك شينويه، لاخاطش ماشي مره راجل. ايوا. Oh,
نطلب ربي نشوفك مرة ومن بعد علي من بعد علي متوحش ضما متوحش خزرة عينيك يا يما بعيد عليك وما قدرت نخبي يما ناري بغيت نشوفك يما بغيت الدنيا نعطيك يا يما يا يما خالد حبيت نقولك بلي جبت لك دراهم سافر كوبي كي رحت لشيميز رحت لانسيان كسر شاسكو كاين لو شاجي الماشين قدم لكم هذا البرنامج برعاية لو شا اوت بيرفورمانس فيكس جبت معي السعادة فالخير إن شاء الله يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مولفيكس بانسكولات حاجة صعيبة تبدلي الحفاضة لوليدك يكون يتحرك مع مولفيكس بانس كتبدلي الحفاضة تولي حاجة سهلة نقطعها نحيها نبدلها بوحدة جديدة بكل سهولة ومن بعد نرميها أنا وليدي بنزوج نكونوا فرحانين هكذا نعيش السعادة مع مولفيكس هيا يا أمهات جربوا مولفيكس بانس وانضموا معنا باش نعيش السعادة في ألف طريقة لتقدمي أفضل ما عندك شو ما كانت البقعة قد ما كانت صعبة ما تعتلي هم لأنه في طريقة واحدة للنظافة المثالية لو شا اوت بيرفورمانس مع قوة فائقة على إزالة البقع ورائحة منعشة تدوم حتى 4 أسابيع أفضل لو شا لأفضل معنى لو شا اوت بيرفورمانس كلش بنين شكون عونك الطيبة؟ وحدة وهذا ما عن تاني وحدة ما تخافيش بريليزي 5 بلس يغسلهم وحده جربي بريليزي 5 بلس الجديد ابتكار اللي يقضي على الدهون تلقائيا لنظافه مثاليه واو مالا المره الجايه نطيبو كاع كيف كيف ايه ونخلو الموعد لبريليزي 5 بلس بريليزي 5 بلس حل الواحد باش نحي الدهون بلا مجهود في اختبار الحمايه ايزيس ضد البكتيريا يقضي على البقع والفيروسات الخفيه قوه ايزيس رايحه تعقم منا كميه إيزيس ضد البكتيريا متعدد الاستعمالات
حاجة صعيبة تبدل الحفاضة لوليدك يكون يتحرك. مع مولفي إكسبانس كتبدل الحفاضة تولي حاجة سهلة، نقطعها، نحيها، نبدلها بوحدة جديدة بكل سهولة، ومن بعد نرميها. أنا وليدي بنزوج نكونوا فرحانين، هكذا نعيش السعادة مع مولفيكس. هيا يا أمهات جربوا مولفيكس بانس وانضموا معنا باش نعيش السعادة.